طالبت القوى الثورية في البحرين بتحرك عاجل لإنقاذ حياة الأستاذ عبد الوهاب حسين الذي يمر بظروف صحية خطيرة، وأكدت جهات معارضة ضرورة التعاطي مع هذا الملف بجدية وعدم التهاون فيه. وكان تيار الوفاء قد أعلن عن برنامج تضامني مع الأستاذ عبد الوهاب ودعا إلى أوسع مشاركة من الجماهير. وفي السياق نفسه اندلعت مواجهات بين شبان وقوات النظام في منطقة النويدرات، وذلك بعد تنفيذ عملية ميدانية استنكرت سياسة النظام الخليفي في التضييق على قيادات المعتقلين واستهداف حياتهم داخل المعتقل. وكانت مناطق البحرين قد شهدت تظاهرات واسعة غضبا على استمرار النظام في احتجاز جثمان الشهيد عبد العزيز العبار بعد أكثر من أسبوعين على استشهاده. وقد عملت القوات إلى قمع التظاهرات وإغراق المناطق بالغازات السامة، وبموازاة ذلك نفذت مجموعات ثورية عددا من العمليات الميدانية تحت عنوان الجسد المكبل، واشتعلت المواجهات في سترة والعكر والمعامير وبوري والسنابس والبلاد القديم والدراز وغيرها من المناطق، حيث عملت القوات إلى الاعتداء على التظاهرات واستخدام أسلحة الشوزن، وسجلت العديد من حالات الإصابة في سترة والسنابس والدراز. وفي الموضوع نفسه اعتصم معارضون أمام مبنى رئيس الوزراء البريطاني تضامنا مع عائلة الشهيد العبار. وقال القيادي في حركة أحرار البحرين سعيد الشهابي بأن النظام الخليفي يؤكد من جديد عن فقدانه لكل القيم الإنسانية بسبب جريمة احتجاز جثمان الشهيد العبار. وقال الشهابي بأن شعب البحرين لن يستسلم أمام جرائم النظام وإرهابه، وسيواصل ثورته وتحقيق أهدافه في إسقاط النظام. مع ذلك مضى أكثر من أسبوعين وجثة الشهيد محتجزة معتقلة يساوم هذا النظام عليها، فما أتفهه وما أبعده عن الإنسانية لكي يصل إلى هذا المستوى من الانحطاط. الشعب لن يتوقف، الشعب يتطلع لتحرير بلده من الاحتلال ومن الاستبداد، وسوف يتوجه بالتدريج إلى العاصمة لتحريرها من هذا الاحتلال وهذا الاستبداد.